لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. تماهيا مع ما تعيش المملكة المغربية من حزن، استهل الجمع العام العادي الانتخابي للجامعة الملكية المغربية للدراجات بقراءة الفاتحة ترحما على ضحايا الزلزال الأليم الذي ضرب بلادنا. كما كان الجمع العام أيضا فرصة لرئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات محمد بلماحي للتأكيد عن انخراط الجامعة في الحملة التضامنية لفائدة المتضررين من الفاجعة. هذا وشهد الجمع إعادة انتخاب السيد محمد بلماحي رئيسا لولاية جديدة على رأس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، بالإضافة لانتخاب أعضاء المكتب المديري، وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي الذي نظم بمدينة العيون. هاد الأجواء ديال هاد الجمع العام دازت في واحد الجو اللي هو شفاف وفي واحد الديمقراطية، يعني وخاصة أمام المسؤولين ديال الوزارة وكذلك اللجنة الأولمبية. والديمقراطية دي يعني كانت واحد جوج ديال اللوائح، اللائحة ديال الأستاذ بلماحي واللائحة أخرى اللي ديال الرياضي اللي كانوا فيها بعض المغالطات وكذلك بعض الخروقات، واللي يعني تبين ديك اللجنة اللي هي مكلفة بأنه راه غادي تبقى لائحة واحدة اللي هي قانونية وبالفعل أمام يعني المختصين وأمام كذلك السلطة ديال الوزارة المعنية الوصية. فبقت لائحة واحدة وكان يعني واحد يعني تصويت بالإجماع. الحمد لله الأجواء دازت أجواء ديمقراطية قانونية بالحضور الممثل الشبيبة الممثل الوزارة وكذلك الممثل ديال اللجنة الأولمبية. فالحمد لله كما شفتوا وحضرتوا وحضر جميع العصاب وجميع الأندية اللي هي صوتات بالإجماع على رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات السي محمد الأستاذ محمد بلماحي، فهنيئا للمكتب الجامعي الجديد. الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية للدراجات تم خلاله المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للموسمين الرياضيين 2020-2021 و2021-2022. كما تم أيضا خلال الجمع العام العادي الانتخابي عرض البرنامج الرياضي للجامعة الملكية المغربية للدراجات خلال الأربع سنوات القادمة، فضلا عن التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية وأيضا التداول في عديد المواضيع التي تهم رياضة الأميرة الصغيرة. جينا لهذا الجمع العام ديال الجامعة الملكية المغربية للدراجات وحنا مفتخرين بسي رئيس المبجل سي محمد بلماحي اللي أعطى الكثير والكثير والكثير لهذه الدرجة في عهده، ونحن نتمن الوجود ديالو والبقاء ديالو على رئاسة الجامعة لأنه يعطي المزيد دائما والنتائج اللي احنا كننتظروها في الدراجة الوطنية. بخصوص الجامع العام، احنا كأسرة في الواقع ديال الدراجات كأسرة واحدة ولنا الثقة في المكتب المسير، وحنا بيدنا تنصهروا على تنفذوا جميع التوجهات ديال الجامعه ديال المكتب المسير، وبالتالي حنايا كنكونوا حاضرين في جميع الانشطه وفي جميع المصارف وفي جميع المخطط ديال الجامعه. هكذا اذا في جو شفاف وديمقراطي كان مسك ختام هذه المحطه الانتخابيه وحصيله سنوات من العمل رفع برقية ولاين إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله.